بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بينهما، الله أكبر عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر رضا نفسه، الله أكبر زنة عرشه، الله أكبر مداد كلماته. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة، أنعم علينا بنعمة الإسلام أعظم النعم، أنعم علينا فجعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنعم علينا ويسر لنا قراءة القرآن، أعاننا على الصيام فصمنا، وأعاننا على القيام فقمنا، ويسر لنا قراءة القرآن فقرأنا. فالحمد لله كثيرا، الحمد لله على نعمه وآلائه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول. أيها الإخوة الأحبة، قرأتم القرآن في شهر رمضان واستمعتم إلى القرآن في شهر رمضان، مر بكم قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومر بكم قول الله عز وجل لنبيه يحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومر بكم قول الله عز وجل لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا هو ما يحبه الله، وهذا هو ما يأمر الله به: خذوا ما آتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. تأمل في قول الله عز وجل لنبيه: استمسك بالذي أوحي إليك، يعني
تتمسك به بقوة، تمسك به بشدة، لا تتراخى ولا تتساهل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا أمر الله عز وجل، وهذا هو منهجنا، أن نأخذ بكتاب الله بقوة، وأن ندعو الناس أن يأخذوا بكتاب الله بقوة، ولا يتراخوا في الأخذ بكتاب الله، ولا يتساهلوا في تطبيق كتاب الله والعمل بكتاب الله. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. تأمل في هذا التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بقوة واعملوا بها بقوة، ولا تتراخوا عنها ولا تفرطوا فيها. هذا هو منهجنا، وهذه هي طريقتنا، أن نأخذ كتاب الله عز وجل بقوة، وأن ندعو الناس لأخذ الكتاب بقوة، وأن نتمسك بسنة رسول الله ونعض عليها بالنواجذ، ونتمسك بها بالأيادي، ولا نفرط فيها ولا نتساهل فيها أبدا. هذا منهجنا، هذا طريقنا، هذا سبيلنا، هذا هو الإسلام، هذا هو القرآن، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن للأسف الشديد هناك تيار يعارضنا ويتهمنا بالتشدد والتطرف والتزمت والغلو في الدين. هذا التيار الجديد اسمه تيار الوسطية، واسمه ايضا تيار الاعتدال. تيار الوسطية وتيار الاعتدال هذا تيار جديد للأسف الشديد، يضم عددا من المشايخ والعلماء والدعاة المشهورين والبارزين. هذا التيار، تيار الوسطية او تيار الاعتدال، حقيقة دعوته دون ان يقصده تمييع الدين، تمييع الكتاب، تمييع السنة، الاخذ بالكتاب والاخذ بالسنة. هذا تيار جديد وهذا تيار خطير. نحن اذا دعونا الناس الى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا للناس، قلنا للناس تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ كما أوصاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا: أنتم متشددون، أنتم تشددون على الناس، أنتم تضيقون على الناس، الدين يسر وليس عسر، لا تشددوا على الناس. وإذا حذرنا الناس من الشركيات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: أنتم تضيقون على الناس، أنتم تشددون على الناس، أنتم متزمتون، الناس مسلمون، أنتم تحكمون على الناس بالشرك، أنتم تحكمون على الناس بالكفر. أبدا، نحن لا نكفر الناس ولا نحكم على الناس بالكفر ولا نحكم على الناس بالشرك، وإنما نحذرهم من الشركيات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التيار الجديد، تيار الوسطية، ينتج نوعيات من الناس متساهلة، يتساهلون في أمر السنة. لماذا؟ لأن دعاة التوسط والاعتدال يقولون للناس: سنة المصطفى من عمل بها أجر، ومن تركها لا يأثم. طيب بعدين، فالناس يفرطوا في السنة، لأن اللي يعمل بها ياخد أجر، واللي يسيب السنة ما لهوش حاجة. ف
فالناس يتجرؤون على ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهاونوا في سنة رسول الله، يستهينوا بسنة رسول الله، يقللوا من شأن سنة رسول الله. لماذا؟ لأن دعاة التوسط والاعتدال قالوا لهم السنة من عمل بها أجر ومن تركها لا يأثم. إذن الناس يتركون السنة لأن من تركها لا يأثم، لا شيء عليه، فيرخصون للناس ويسهلون للناس ترك سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول أن هذا التيار ينتج نوعيات متساهلة ومتسيبة ومتهاونة بشأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواجب على أصحاب هذا التيار، تيار الاعتدال وتيار التوسط، أن يقولوا للناس لا تفرطوا في سنة الحبيب، تمسكوا بسنة الحبيب، عضوا عليها بالنواجذ، لأن النبي قال لنا كده، قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. دي وصية النبي، ودي نصيحة النبي، وده توجيه النبي، وده أمر النبي، عضوا عليها بالنواجذ. تعبير قوي جدا، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بسننكم، لا تفرطوا فيها، لا تتساهلوا فيها. دعاة التوسط يقولوا انتم بتشددوا على الناس، انتم بتضيعوا على الناس، انتم متشددون، انتم متعصبون، انتم متزمتون. ونحن نقول نحن متعصبون لسنة محمد وهدي محمد وطريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليتهم تساهلوا في أمور من الحلال والحرام وفقط، وإنما يتساهلون في أمور خطيرة من أمور العقيدة، من أمور التوحيد. أحد الدعاة البارزين من دعاة التوسط، تيار التوسط والاعتدال، له برنامج تلفزيوني مشهور، لا داعي لذكر اسم البرنامج. هذا الشيخ والعالم والدكتور نحن نحبه ونجله على رأسنا من فوق، أي عالم من علماء المسلمين على العين وعلى الرأس، له الاحترام وله الحب وله المودة وله التقدير، ولكن هناك أمور لا بد من تناولها. هذا الشيخ والأستاذ والدكتور، شيخنا ودكتورنا وأستاذنا، قال في برنامج وهو يتكلم عن بابا الفاتيكان السابق لما مات، تكلم عن بابا الفاتيكان السابق بعد موته، وقال إن هذا الرجل، يقصد بابا الفاتيكان، كان مخلصا لدينه وكان يعمل على نشر دينه بإخلاص رغم شيخوخته وكبر سنه. طيب وبعدين؟ وقال كلام كده، وفي الآخر قال ولا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه وأن يثيبه على ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح وأثر طيب، وندعو الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. انتهى كلامه. فضيلة الشيخ، يا أستاذنا، يا دكتورنا، ليس هذا هو التوسط والاعتدال؟ أهذه هي الوسطية؟ أهذا هو الاعتدال؟ إن احنا نقول عن بابا الفاتيكان ولا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه، كيف هذا؟ هذا مصادم للقرآن، هذا مخالف للقرآن. اسمع معي كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل وعذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة
والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به واتبعوه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سمعت ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بابا الفاتيكان اتبع الرسول النبي الأمي أبدا. فكيف الشيخ يقول لا نملك إلا أن ندعو الله أن يرحمه؟ اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال إن والذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك يئسوا من رحمتي الكافر كده اللي يكفر بآيات الله ربنا قال عنه أولئك يئسوا من رحمتي ليس له برحمة الله نصيب. أمال مين المرحوم؟ المؤمن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. المؤمن كده، المؤمن هو اللي مرحوم. إنما نقول الوسطية، الاعتدال، التساهل، الدين يسر، الإسلام كذا كذا، بعد كده نقول عن بابا الفاتيكان لا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه، مش كده وبس، ويثيبه على ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح وأثر طيب. بيدعي إن ربنا يثيب بابا الفاتيكان. يا خبر على الوسطية، يا خبر على الاعتدال. ده ربنا قال في القرآن عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل بتاع الكفار زي الهباب اللي في شعاع الشمس، ليس لهم أجر، ليس له ثواب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أدي أعمال الكفار. ربنا قال في القرآن مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب. الكفار كده، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وربنا قال في القرآن والذين كفروا أعمالهم كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الذين كفروا أعمالهم كرمات زي التراب، ليس لهم أجر، ليس لهم ثواب. أمال الشيخ يقول احنا بندعي ان ربنا يثيبه يديله الثواب. هذه وسطية مرفوضة، هذه وسطية واعتدال مرفوض. بل احنا بقى نقول، احنا هنقول القرآن. اسمع، قال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. فاحنا بنقول لعنة الله على الكافرين. لو قلنا لعنة الله على الكافرين يبقى احنا متشددين، عشان نبقى وسطيين ومعتدلين نقول رحمة الله على البابا. ربنا يرحم البابا وربنا يثيبه، عشان نبقى احنا وسطيين ومعتدلين؟ ابدا، نحن نقول لعنة الله على الكافرين. هذا كلام الله،
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. هذا كلام الله، هذا القرآن اللي قريناه في شهر رمضان. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. عرفت؟ فضيلة الشيخ لم يتراجع عن كلامه إلى يومنا هذا، ما قالش أنا أخطأت، ولا إن إحنا عرفنا إن البابا دخل بالإسلام، مفيش. فهذه المواقف، هذه تيار الوسطية والاحتلال. لما واحد زي حالاتي يقول لعنة الله على الكافرين، أنت متشدد، أنت متزمت، الدنيا مش كده، الدين مش كده، تكلمش على الناس كده. لا، أتكلم عليهم كده وزيادة. هذا القرآن، هذا ديننا، هذه دعوتنا، هذا سبيلنا، هذا طريقنا، القرآن والسنة، من غير تراخي ولا تساهل ولا تسيب. نعم، هذه عقيدة نتمسك بها بقوة. ربنا قال استمسك بالذي أوحي إليك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. فضلت الشيخ برضو وبندعيله ربنا يحفظه ويسدد لسانه ويديله طولة العمر وينفع الناس به. إنما واحد بيسأله سؤال، فضيلة الشيخ الأغاني، الأغاني، قال أنا بحب أسمع فايزة أحمد بكل حب. فضيلة الشيخ، ما هذه الوسطية؟ نحن نرفض هذه الوسطية، نحن نرفض هذا الاعتدال. بتسمع فايزة أحمد؟ فايزة أحمد كانت بتقف على خشبة المسرح عارية الشعر في وسط الفرقة الموسيقية، عليها ملابس الغناء، فستان الغناء لامع وبراق. فايزة أحمد تقف قدام الجمهور قدام الرجالة، والشيخ ما قالش حاجة. الشيخ بيقول بحب أسمع فايزة أحمد وبسمعها بكل حب. ما هذه الوسطية؟ أنا أشجع فايزة أحمد ولا غير فايزة أحمد؟ وتغني تاني وتلبس تاني وتكشف شعرها تاني وتقف وسط الرجال الفرقة الموسيقية هي أو غيرها، وتقف قدام المئات بل الآلاف من الجماهير. فربنا بيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فضلت الشيخ، فضلت الشيخ هتجرأها هي وغيرها، هي الله أعلم حية ولا ميتة معرفش. إنما غيرها، غيرها هتقف كده تغني قدام الجمهور. ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وربنا نهى المرأة أن تخضع بكلامها ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة لما تقف تغني يطمع الذي في قلبه مرض. الوسطية طيار خطير جدا، الاعتدال طيار خطير جدا، وهذا ما يريده الأعداء. الأعداء يتمنوا ان في نوعيات من المسلمين تبقى متساهلة، يغني ويسمع الغنى ويعني يبقى متسامح ويقول لبابا الفاتيكان رحمة الله عليه ربنا يأجره ويثيبه. بعد هذا لا نستغرب من كثرة حالات الردة، ما كان البابا مرحوم والبابا ربنا حيثيبه، طيب المسلم بقى ما يروح يخش في النصرانية، ما كان البابا مرحوم، ثم الأقل منه يبقى مرحوم برضه. حالات الردة كثيرة جدا، خصوصا مع الجهل بدين الإسلام وفضائل الإسلام وعظمة الإسلام. حالات الردة خصوصا مع الضغوط النفسية والضغوط الاقتصادية. واحد عايز قرشين يعمل ايه؟ يروح الكنيسة عشان يدوله فلوس. واحد عنده متاعب نفسية عايز يغير، عايز تغيير، تشينج في حياته. تشينج دي شعار الحملة الأمريكية هناك نجح بيها أوباما، قال إن الناس محتاجين إيه؟ تشينج، محتاجين تغيير. عشان كده دلوقتي رافعين الراية تغيير الخطاب الديني، غيروا الخطاب الديني، الناس محتاجة جديد. يعني هنخترع إحنا هنغير الخطاب الديني؟ هنخترع الخطاب الديني القرآن والسنة، تغيير الخطاب الديني علشان يبتدوا يتكلموا في القرآن والسنة دون أن يرجعوا إلى أسباب النزول. ده المراد بتغيير لغة الخطاب الديني،
عايزين لغة جديدة بدل ما أقف وسطكم وأقول لكم قال الله وقال الرسول، أبتدي أجيب طريقة جديدة، أخش بعقلي وأخش بمخي وباستنتاجي من غير ما أرجع لأسباب النزول ولا لكتب التفاسير المعتمدة ولا للكتب القديمة. أبتدي أنا أفكر وأخترع وأقول، ما هذا الجديد؟ تغيير لغة الخطاب الديني. المقصود الناس عايزة تغيير، واحد عنده ضغوط نفسية يعمل إيه؟ يغير دينه والعياذ بالله. واحد عنده ضغوط اقتصادية عايز إرشاد يعمل ايه؟ يروح يغير دينه. واحد جاهل ما عنده معرفة وزعلان او زعقان يعمل ايه؟ يروح يغير دينه. وبعدين ما فضيلة الشيخ قال له البابا مرحوم، ما قال له البابا ربنا يثيبه، امر خطير جدا. وهكذا في كل الامور. موضوع اللحية مثلا، نحن لا نتكلم كثيرا عن اللحية، وانما نقول المذاهب الاربعة على حرمة حلق اللحية. طيب احنا قلنا كده وقلنا للناس يا جماعة تمسكوا بسنة الحبيب، يقول لك انتوا بتشددوا على الناس، انتوا بتضيعوا على الناس. احنا بنقول للناس التزموا بسنة الحبيب، ليس فيها خطأ، ليس فيها تشدد. اللي يقول للناس يا جماعة التزموا بسنة الحبيب ده تشدد؟ لا يا جماعة، كده غلط، كده غلط. اللي يقول للناس تشبهوا بالحبيب ليس متشددا، ليس متعصبا، ليس متزمتا، وإنما هو محب للحبيب ومحب لدين الله ولشرع الله. الوسطية والاعتدال، ما نتكلمش خالص عن السنن. زمان كانوا يقولوا عن النقاب يحاربوا النقاب، هم يقولوا النقاب فضل وليس فرض، ده كان زمان. تيار الوسطية والاعتدال النهاردة يقول لك النقاب عادة وليست عباد، بعد ما كان فضل زمان مش فرض، لا دلوقتي بقى عادة وليس عباد، عادة كمان. يعني المنقبة ليس لها أجر ولا ثواب ولا حسنات، ده النقاب عادة عربية جاهلية. هذه تيار الوسط والاعتزال، الاعتدال يحارب التيار أو الاتجاه السلفي. الأعداء يتمنون أجيال متوسطة معتدلة، يعني خفيفة ماشي حالك. العجيب أن الأعداء يتشددون في دينهم، اليهود النهاردة متشددين، النصارى النهاردة متعصبين، اشمعنى المسلمين اللي حيبقوا معتدلين حيبقوا متساهلين؟ النصارى متشددين متعصبين جدا، واليهود أشد تعصبا. تيجي انت على المسلم عايز تميعه تقول له خليك معتدل، خليك وسطي، خليك متساهل، الدين يسر وليس عسر. قولوا للناس يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قولوا للناس خذوا ما اتيناكم بقوة، قولوا للناس استمسك بما الذي اوحي اليك. هذا هو المنهج وهذه هي الطريقة. أيها الإخوة، الدين يحتاج إلى من يتمسكون به. تيار الوسط والاعتدال يقولوا أصل الناس لا يتحملون السنة، الناس ما بيتحملوش، الناس لسه إيمانهم ضعيف. يقول سبحان الله، أبدا، الناس مقبلون على دين الله، الناس متعطشون إلى دين الله. الشاهد شهر رمضان اللي كنا فيه، اقبال من الناس على صلاة القيام وعلى صلاة التهجد وعلى قراءة الناس، الناس مقبلون على دين الله. الناس عايزين يتعلموا، عايزين يفهموا، عايزين يعرفوا، عايزين يزيدوا في الدين والعلم والإيمان. الناس عايزين، قول للناس والناس هتطبق. إنما تيجي تقول للناس ما يتحملوش، الناس ما يقبلوش. ليه ما يتحملوش؟ الناس بيتحملوا الحمد لله، ده المساجد ممتلئة في شهر رمضان، ده صلاة التهجد أكثر من صلاة القيام، في إقبال من الرجال والنساء حتى الصغار. الناس بحمد الله مقبلون على دين الله. فأنت ليه تقول الناس ما يقبلوش ما يستحملوش؟ لا يستحملوا، الناس عايزين. عرف هذا تيار الوسط وهذا تيار الاعتدال. ويا جماعة باختصار، الإسلام هو الوسط، هو الاعتدال. الإسلام أي حاجة في الإسلام لما تطبقها تبقى أنت متوسط ومعتدل.
أي حاجة غير الإسلام ما هيش وسطية ولا اعتدال. في حجة الوداع كان النبي في مزدلفة عليه الصلاة والسلام، فقال لعبد الله بن عباس ألقط لي الحصى، الحصى اللي النبي هيرمي بها الجمرات تاني يوم يوم العيد. فذهب ابن عباس ولقط الحصى مثل الخذ، حب الخذ. يعني ايه حب الخذ؟ يعني حجرة اكبر من الحمصة واصغر من البندقة. العلماء يقولوا يعني في حجم حباية الفول، اكبر من الحمصة واصغر من البندقة. شوف الكلام بتاعنا واضح ازاي عشان نفهم، زي حباية الفول. فعبد الله بن عباس جمع الحصيات وجابها للنبي، فالنبي قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. النبي قال هو الحجم ده، اللي يزود عن الحجم ده يبقى عنده غلو. فهمتم؟ يعني اللي يعمل سنة الرسول ما عندوش غلو، اللي يلتزم بالحاجات المقاييس اللي النبي قالها والتعليمات اللي النبي قالها والتوجيهات اللي النبي قالها ما عنده غلو. امال مين اللي عنده غلو؟ اللي يزود، اللي يتعدى، اللي يتجاوز الحدود. واللي عنده كفو هو اللي ينقص عن اللي النبي قاله عليه الصلاة والسلام. فنحن الوسط ونحن الاعتدال. ما قاله النبي نقوله، وما عمله النبي نعمله، وما أمر به نأمر به ونعمل به. هذا هو الاعتدال، وهذه هي الوسطية. أيها المسلمون احذروا من كلمة الوسطية، خافوا منها، لأن لما هيقول لك الوسطية يعني حيمية عندك حاجة. احذروا من كلمة الاعتدال مهما كان من قالها، مهما كان قائلها، اسم كبير. قولوا دايما احنا عايزين سنة الرسول، توجيهات الرسول، احنا هنمسك عليها بايدينا واسناننا. ده مش كلامي، دي وصية حبيبنا وامامنا وقائدنا ومعلمنا. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بالدين، تمسكوا بالدين بقوة، وتمسكوا بالدين بشدة. لا تتهاونوا في الدين، ولا تتساهلوا، ولا تتسامحوا. لا تقللوا من أي مسألة من مسائل دين الله. هذه نصيحة والله. يمكن واحد أكبر مني في السن وأكثر مني في العلم يجي يقول لكم الدين يسر، وخليكم متوسطين، وخليكم معتدلين، وانت تقول الشيخ ده علامة، وواحد زي حالتي ما يعرفش حاجة، وانت تنخدع بكلام العلامة. انا بقول لك كلام الرسول، وقبل منه بقول لك كلام الله. ربنا قال في القرآن خذوا ما اتيناكم بقوة، ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ربنا قال للنبي استمسك بالذي اوحي اليك، والنبي قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، كنتم على حالة طيبة في شهر رمضان، استمروا عليها، صوموا ستا من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من أخرج زكاة الفطر قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن لم يخرجها فليخرجها بعد الصلاة، وهي صدقة من الصدقات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث. يمكن واحد يتكلم بكلمة هو صائم، يمكن واحد يتصرف تصرف هو صائم، تيجي زكاة الفطر تطهره من اللغو والرفث الذي وقع فيه وهو صائم. وطعمة أيضا للمساكين، طعمة. النبي قال طعمة
ولم يقل كسوة طعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يوم العيد النبي أمر بإخراج الحلية والعواتق وذوات الخضور. المرأة الحائض التي لا تصلي تخرج يوم العيد وذوات الخضور، البنت المخبية اللي قعدت في البيت واللي أصغر منها. النبي أمر بإخراج الجميع وقال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. يوم العيد في دعوة مستجابة وفي خير، يشوف المسلمين وتجمعات المسلمين. فيوم العيد يوم فيه خير وفيه دعوة للمسلمين، يرجى أن تستجاب من رب العالمين تبارك وتعالى. في هذا المقام ندعو الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل قراءتنا للقرآن، وتقبل دعاءنا وذكرنا، وتقبل صالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا ممن قبلت عملهم وغفرت ذنبهم، اللهم اجعلنا ممن رحمتهم في شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين ورجال المسلمين. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة ونحن في إيمان وصحة وعافية. اللهم أعد شهر رمضان على الأمة الإسلامية وقد تغيرت أحوالها إلى أحسن الأحوال. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا عاليا ثابتا، واجعلنا ممن يحررونه يا رب العالمين، أو اجعل تحريره على يد أبنائنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت المسلمين في كل مكان، اللهم قوي المسلمين في كل مكان، اللهم مكن لدينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا سلما للمؤمنين وحربا على الكافرين. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام، وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام. اللهم قر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم بلغنا أمالينا وحقق أمانينا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لسوء ما عندنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا خير المعطين، يا
يا معطي السائلين والمحتاجين، نحن الفقراء إليك، فلا تحرمنا خيرك ولا تحرمنا بركتك ولا تحرمنا رحمتك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أعطنا ما سألناك وزيادة، اللهم أعطنا ما سألناك وزيادة، اللهم تكرم علينا يا أكرم الأكرمين وتسخى علينا يا أسخى الأسخياء. اللهم لا تجعلنا بدعائك من الأشقياء، اللهم اجعلنا بدعائك من الأغنياء، دعوناك يا ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.